السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، لازم تتفرج عليها لو انت مقبل على شراء موتوسيكل. يعني انت لو هتشتري موتوسيكل الفترة القادمة لازم تتفرج على الحلقة ديت عشان تفهم القصة هتدور معاك ازاي. ايه القصة؟ ايه الحكاية؟ الحكاية ان الفترة القادمة محدش هياخد ورق موتوسيكلات تاني ويطلع بيه على المرور. الجواب اللي انت كنت بتاخد بيه رقم الشاسيه ورقم الموتور وتطلع بيه على المرور ده انت مش هتاخده تاني، خلاص القصة دي خلصت. من اول السنة الجديدة في تعديلات وفي شغل جديد. الناس اللي عايزة تفهم القصة دي يا ريت تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات. هنبدأ القصة. القصة ان انت كنت الاول بتروح تشتري المكنة من المعرض، بعد 10 ايام بعد 5 ايام بيقول لك تعالى خد الجواب بتاعك، وتروح تاخد الجواب في رقم الشاسيه ورقم الموتور وتطلع بيه على المرور. طيب ايه اللي جاي؟ اللي جاي مفيش جوابات تاني، محدش هياخد جواب موتوسيكل تاني. هتاخد مبايعه من المعرض، مبايعه يدويه كده من المعرض برقم الشاسيه ورقم الموتور عشان تمشي بيها بس لحد ما ورقك يروح المرور. الورق بتاعك هيطلع من المستورد يطلع يروح على المرور. يعني انت تشتري المكنة يقول لك 15 يوم ورقك هيبقى في المرور اللي حضرتك تابع ليه. انت بتشتري المكنة دلوقتي بتسلمه صورة البطاقة، بياخد صورة البطاقة يعرف انت تبع مرور المنوفية، مرور القاهرة، مرور الجيزة، تبع مرور ايه بالظبط، وبيبعت لك ورق الموتوسيكل بتاعك على المرور اللي حضرتك تابع ليه اللي هترخص فيه. يعني مفيش ورق تاني، محدش هيمسك ورق تاني في ايديه. طيب عايز اوجه حاجة للناس، الناس اللي مقبلة على شراء موتوسيكلات الفترة القادمة تبقى فاهمة النقطة دي، ان انت مش هتاخد جواب، هتاخد مبايعة. يعني لازم تاخد مبايعة من المعرض اللي انت شاري منه. دي نقطة مهمة جدا، يبقى انت مش هتمسك ورق موتوسيكلك في ايدك. طيب اهم نقطة بقى، انك لما تشتري الموتوسيكل هيكون ليك فترة لازم ترخص الموتوسيكل فيها. يعني خلال 10 15 يوم شهر لازم على ما ورقك يروح المرور لازم تروح ترخص موتوسيكلك. مفيش بقى شغل بتاع زمان ده اخد الجواب والجواب يبقى في البيت وامشي بالمكنة من غير ما اعلق نمر ولا تراخيص ولا الكلام، مفيش الكلام ده خالص. لازم تروح ترخص لسبب ان ورقك ممكن يضيع، ورقك ممكن يضيع لا قدر الله، يضيع في المرور. طب لو ضاع هتلف في قصة كبيرة انت في غنى عنها. طيب الناس اللي مرخصتش في الوقت الحالي، اتمنى من الناس كل الناس اللي مرخصتش تسعى على ان هي تروح ترخص مكانها، لان كده اغلبية الناس دي هتعدل الجوابات، هتروح تسلم الجوابات والجواب بتاعك هيروح من المستورد اللي انت رايح تغير منه الجواب، هياخد منك الجواب ويقول لك روح للمرور جوابك هيبقى في المرور، روح رخص. فكل الناس اللي ما رخصتش تحاول تروح ترخص بسرعه، لسبب ان انت لو ما لحقتش ترخص في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده هتضطر ان انت تروح تسلم الجواب بتاعك بصوره بطاقتك وجوابك هيروح للمرور اللي حضرتك تابع ليه علشان ترخص في خلال 10 او 15 يوم. طبعا السيستم ده نفس سيستم ترخيص العربيات، برضو بتروح تشتري عربية من المعرض جديدة بتدفع حقها وتاخد مبايعة من المعرض ويكون الورق بتاعك متحول للمرور بعد 10 15 يوم. طيب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ انا بصراحة شايفها ان هي حاجة كويسة جدا. طبعا احنا الفترة الجاية دي بقى مش هنشوف موتوسيكلات ماشية في الشارع تاني مش مرخصة، الا بقى في القرى والمحافظات اللي هي ايه. في ناس هتسألني أسئلة كتيرة بقى، طيب أنا لو شاري مكانتي جواب من حد والجواب ده باسم الشخص التاني ده هعمل إيه ولا إيه اللي هيسير عليا في الوقت الحالي؟ طبعا سألت قال لك هتروح تاخد بطاقة البائع، يعني تاخد بطاقة اللي أنت شاري منه المكنة وبطاقتك وتروح للمستورد تسلمه صورة بطاقتك وصورة بطاقة البائع وصورة بطاقة الشاري وتسلمه الجواب، وهو هيبعت لك الورق بتاعك على المرور اللي انت تابع ليه برضه وترخص. يبقى وضحت النقطة ديت لان في ناس سألتني فيها، هتاخد صورة بطاقتك وصورة بطاقة البايع انت الشاري والبايع وتروح
بالجواب تروح تسلمهم للمستورد علشان يبعت لك ورقك على المرور علشان ترخص. طب الكلام ده هيبدأ من امتى؟ هيبدأ من اول السنة الجديدة، وده كلام اكيد، ده كلام بادئ يتطبق في الايام اللي احنا فيها دي، بادئ يتطبق من دلوقت. بنصح كل الناس اللي مرخصتش مكانها لو تعرف ترخص مكانتك عشان ما تخشش في قصة كبيرة انت في غنى عنها. حاول تعرف تروح ترخص مكانتك في الوقت الحالي عشان ما تروحش تسلم جوابك وتخش في قصة كبيرة بجد. طيب، في أسئلة تانية للناس وفي إجابات بإذن الله هحاول أعمل لكم عنها حلقة تانية خلال يوم أو اتنين بكل التفاصيل، بكل التفاصيل كبيرة وصغيرة، لأن أنا بحاول أفككم، يعني أنا بحاول أفككم، لأن أنا بحاول أفككم عن كل حاجة بتخص الموتوسيكلات في مصر. فده تعديل جديد في الجوابات وفي قانون المرور الجديد، مفيش موتوسيكل هيمشي على الارض بره مش مرخص، كل الموتوسيكلات اللي هتشتريها هترخص. يبقى عشان نبقى فاهمين بس، عشان الناس اللي ما تابعتش معانا في اول الحلقه، انت مش هتاخد جواب تاني ولا فاتوره ضريبيه ولا بلد منشأ ولا الكلام ده خالص، كل ده هيتحول للمرور دايركت من المستورد. انت كل اللي هتاخده من المعرض اللي انت اشتريت منه المكنة مبايعة فقط، مبايعة فقط لا غير. اتمنى ان تكون المعلومات دي وصلت للناس بحيث ان الناس تستفيد، وياريت ياريت اللي استفاد ما ينساش يدعمنا باللايك، ولو عندك اي تعليق ياريت تكتبه في التعليق، والناس اللي مش مشتركة في القناة ياريت تشترك، واللي مشترك ياريت يفعل زر التنبيهات عشان كل فيديو نعمله يوصل لك. والايام القادمة ديت في حاجة مهمة جدا ومفاجأة مهمة جدا بإذن الله، خلال يوم او اتنين برضو اعمل لكم حلقة كاملة عن مفاجأة جديدة في السوق المصري. اتمنى من الناس الدعم وشكرا، وانتظروا مني مفاجأة جامدة بجد، مفاجأة هتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.